لو بدا البيزا وكاحنا كيجي مثلا بين الثانويه تاعنا عندنا سيتي انا كخدام تما في المؤسسه هذه وخصيت نتوما العائله نتاعو كي تشوف في التلفزيون تكلموا على اخوكم هذا صح وهو راه شاهد الجزائر وكل سي راه يشرف كامل تفضل عندنا الوجود هذا الشيء ما بيناش تفضل والله ما بيناوش قدم لنا افراد العائله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اهلا وسهلا بكم في منزل الاخ الثاني للشهيد هو سعودي العربي الموجود امامنا الشهيد من مواليد 1938 جند في هناك الوثائق تقول بانه جند سنه 1958 وافراد الاسره وكما راهم خاوتي يقولوا لي جند في اواخر 57 مدة مكوثه في الثورة هي مدة تقريبا سنتين أو سنتين ونصف وكان تاريخ استشهاده في أواخر أو في بداية الستين في الوثائق مكتوب في الستين صح إيه في نواحي بسكرة في ضواحي بسكرة الرسمي قدمنا أفراد العائلة هو سعودي عبد الحميد بن سعودي بوركاز وأمه حداء سعودي له خمسة إخوة واثنان من الأخوات خمسة إخوة منهم أربعة أحياء والخمس توفى وهو طبعا السادس من الإخوة كبيرهم الشيخ طاهر السعودي الثاني هو الشيخ العربي الثالث هو الحاج حسين مدعو موسى المتوفى ربي يرحمه الرابع هو سعودي محمد مدعو عمار والصغير هو السعودي ربعي هذا هو المصوصي هو العنقود الاخير بالنسبه للاخوه الاختان هم سعودي اليمنى هي الثانيه هي الكبرى هي كبيره زيتها سعودي اليمنى انت زيت في 33 وهي فيها زيت هي تعود زيتها في 28 كمان 28 27 هكذا زيت حيه زيت حيه هي كبيره في العائله والثاني اسمها صابره اللي هي زوجة زميلها وبنت خالو في نفس الوقت هذا الشيء هذه المعلومات اللي تكون عندي بالنسبه هذا واش يكون هذاك خوه الاكبر وهذاك اللي قل منه هذا واش يكون هذا ولد خال هذا اللي كان خال هو صديق صديق استمع متقاربين في العمر هذيك الحاجه اللي خلاتنا كنتوا ملازمين بعضك متلازمين حتى في العشره وحتى في السكنه ولكن القربة تاع العمر خلاتنا يستمعنا نكونوا متقاربين دوكا ان شاء الله نبداو بالاخ الاكبر هو اللي بدا يحكي لنا القصة اللي يعرفها لاخوه شرع استاذ منها المجتمع قدم لي ليه اتفضل احكي تفضل نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله خونا هذا جند 57 قبل 57 ولحقته انا خطرتي لحقته في طرفي اسمح لي يا ربي يسر روح انتوما كنتوا في بوحمادو ومن بعد رحتوا لمسيف في مسيف ثم لقيتوا الجنود كانوا دايرين كازمات يخدموا في الليل وفي النهار يبان بلي ما كان في البلاد والو في ذاك الجو كمل يا دوكا كيما صرا في ذاك الجو شوف في ذاك كما كنت تقول حنايا في ذاك الوقت في 57 في مسيف في النهار ظل كلش راقد في الليل تبات الدنيا الجنود يخدموا وهما يخدموا جند معاهم كي جند معاهم راح كي راح لحق كي راح لحقت وانا خطرتي خطره في طرفي عيسى وخطره في السماء عند السماتي في ترمي السميده مركز يقولوا مركز السماتي لحقت ثم اعطاني الكبوت جبته ومن هذيك ما كانش ل 59 دزلنا البريه جابها لنا شيخ الذبيح اللي باش راه حي ذبيح هذا واش يكون مخلوفي من المخاليف
جاب لنا البرية باش راه حي من هذيك ما كانش للستين للستين جاونا المسبلين قال مثلا وين كنتم؟ كنا في ساطارنو في الصيف في العلمة قول في العلمة كانت تسمى ساطارنو صيافة بالمال قال السيد مات ربي يرحمه ربي يرحمه هذه قعد مات 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 لليوم زيد واش دور ايه ومن بعد ما توفى وتأثرت وكل وتقست وكل في اخوكم وكلش تقسنا اكل وتأثرنا اكل وبكينا اكل كي حنايا كي العزوج كي الشيخ كي خاوته لكن في ذاك الوقت شتا تبكي ولا تقعد طبر الحال طبر الحال النهار اللي مات في سنة الستين عادوا يحوسوا عنا في الكاء نتاع مير العربي احنا هربنا رحنا قالوا لنا هزوا رحلوا رحنا شكون اللي يحوسوا عنكم؟ فرنسا اللي تحوس عنا فرنسا كي قبضته ولا كتلاته قبضت عندك واقط ولا قبضته حي يعلم ربي المهم الحكاية تاعو صحيحة كيف يحوسوا عنا احنا حوسوا عنا السعودي عبد الحميد بن بعكاز كيفاه دعوت بوي وهذا وين يسكن وخاوته وين يسكنوا وذيك وين يسكنوا عيطوا لنا الناس المسبلين تاع الجنود قالوا يا ودي هربوا هربنا احنا من 60 ل 61 ل 62 ل 63 ولينا دخلنا هنا للمسيله للشلال البلد السلام هذه احنا البلد الشلال ومن ذاك الوقت انتم هنا من ذاك الوقت ما تحركناش وحنا هنا الله يبارك وشنو في الوقت هذا وشنو هي الحالة الاجتماعية يعني المستوى المعيشي نتاع العائلة أكل هو واحد من العائلة اسكو كنتم من كما نقولوا من الأغنياء هذوك اللي عندهم مال ولا فقراء ولا لا طبقة متوسطة لا ولا كذا كانت الحالة تاع الإنسان هذا اسمع في الوقت اللي راح ما عدناش ومن سنة الستين ودير الهول حتى لليوم الحمد لله حتى الهول لا رانا نحكي في الوقت اللي كان عايش فيه الشهيد وهو يجاهد في الجهاد تاعو عقب حتى نستشهد الحاله الاجتماعيه نتاع العائله اخرى لا باس عنها كل مكفيه تاكل تشرب لا باس عنها في رحمه ربي الحمد لله كانت كما الجزائريين كما الجزائريين في وقت الاستعمار ناس هزه بعضها ساعه الاستعمار هارب الناس دواي على روحك اش واحد قاعد صح لا باس عنها في ذاك الوقت ها يا ذاك الوقت راه كانت لاباس عنا برحمه رب العالمين ما يسوع عامل تاكل تشرب وكل بركه رب العالمين ودم الشهداء الى ذروك راه ناقصه الاحوال شويه برك ماشي ياسر يا ذاك الوقت ولا قبركه بركه كبيره راح للناس وسارح الناس وتمشي الناس ولاباس عنها مشكل هذا الوقت هذا ربي يفرج علينا كل شيء يا رب العالمين وكنا نفتقلوا للصديق تاعو اللي كان ملازمه واش تقدر تقول لنا على الشهيد اللي مسمين احنا عليه ثانويه تاعنا ان شاء الله واش يعني لا تسال لي نقول لك سقتينا انت واش كانت الميزه تاعو كيفاه كان انسان ضحايكي بصايتي انسان يحب كما نقولوا الشخصيه تاعو يحب الشعر يحب كيف كان الشخصيه تاعو هو كان بصايطي وكان يجيب النكت هذه اللي تاع الضحك وهذه الامور هذه ويجيب الشعر وشني الشعر الشعبي على كي ترحل الناس على كي تحصد على كي كيجي الفقر على كي تطلع للتل يعني شعر شعبي ويجيب لقطات فكاهية نتاع ضحك تاع بسط يعني كان ضحاك بصح كان مخبي سره عليكم بلي رايح يشارك في الثورة كنتوش فايقين به واش هي هو يعني هذه حكمنا عليه حاجة أنا حكمت عليه يعني جاب أبيات شعرية على فرنسه في ذاك الوقت صح ماني عارف منين جابها ما عرفوش يقول له فيها حتى يقول له فيها اسمع يا ملك فرنسا جيب فيها كلمات صح منين جابها ما نقدرش يعني نجيبها لك منين يعني كان متأثر شوية هل كلمات حافظهم ولا ما هنيش حافظها مانيش حافظها كانت كاينه ويقولها هو بصح مانيش حافظها يعني يسب فيها فرنسا وكلش ولا اي كان كي يتكلم لك الاستعمار مثلا واش يقول لك كي يشوف الاستعمار
واش كان يقول لك مثلا؟ يعني في الحقيقة قبل ما يجنن تقريبا احنا ما صفتناش فرنسا وما سيركلتناش وما شفتناش نهار يعني الوضع ما جاتناش مرة في مسيف ما جينا ما نشوفوها يعني ما ولكن هو كان عنده يعني عنده حب كي جات الثورة وتمركزت الثورة في الجزائر وبانت ووقع فيها نظام ووقع فيها ولايات ووقع فيها قيادات ووقع فيها أمور يعني كان عنده فيها حب لي هذا يجيب كلمات من الشعر ونقدروش نشفوا عنه لأن الدار بعيد هو كان بساط وضحاك ويجيب كلمات من الشعر ولكن في الأخير عاد يجيب كلمات حتى الاستعمار يعني هو يديرها بنفسه ولا يحفظ من عند الناس ما نقدرش نقول لك منين يجيبها حوايج اخرى بعيده وما هو مسكين يوم من نفسه والحال من نفسه كان وحده ايه ولا من نفسه وكان راح نختم ان شاء الله يعني اخبرت على الوفاه كي قالوا لكم توفى ما قالوا لكم شنو المكان اللي توفى فيه ما قالوا الناس الحاجة قالوا لنا منا في جهة بسكرة في جهة لوطايا في جهة لوطايا هكذا راهم يقولوا في جهة لوطايا لوطايا هذه وين جات هاي منا في ولاية بسكرة لكن في قمرة من مدكال هكس ناطحة مدكال هكس هذا أخبر هذا اخبار كاين اخبار واحد اخر ولا غير هذا اخبار يعني هذا الاخبار الرسمي اللي قالوا لنا عليه ما قالوا لكم كيفاه توفى كيفاه راقد وتوفى كاين قالوا لنا توفى هو وثلاثه ولا اربعه معاه قابضين الطريق كاين قلت نتاع ما يروحوا لها مثلا في الطريق يشربوا داروا لهم فيها بيسكات على بالهم بهم يجوا ذاك الوقت ورا الشهاده بيعات على بالهم بها اللي راهم هذاك الوقت ماخذين نزم داروا لهم بيسكات طردقت فيهم بيسكات راحوا بصح الوقت اللي كانوا احنا يحوسوا عنا قابضين اسموا على حقيقه وقابضين كواقطوا على حقيقه على بالهم كلش عليه على بالهم كلش رغم انه انتم تقريبا كي راح الاوراق كل خفيتوها يعني راحت يعني حفاظا عليه وعليكم ما كانش ما خلاش خلا قلت لك التصويره ردمتها انا راحت هذاك ما خلانا كارطه تيتي راح في وقت الاستقلال لما كانوا الاب والام عايشين والديكم ووالدين الشهيد ما جاتش يعني جهه من الجهات من السلطات الجزائريه حبوا مثلا يعرفوكم يعني على القبر تاع ابنكم هذا وخوكم اذا كان يعرف مثلا يعيطوا للاب والله ربما يكونوا كاين شهود وعلاه شهود في هذاك الوقت الشهود في ذاك الوقت كاينين لكن احنا ما تبعنا واللي باش جانا قال لنا مثلا هذا المضرب الفلاني ولا ذاك ما كانش وصاحبه هذا تاع السطيف واش قصته؟ جندي هي كيف كان قصته؟ وش اسمه؟ سليم السعدي. سليم السعدي. مازال حي مازال حي ان شاء الله. وشني قال لكم عليه؟ كيف القصه تاعو؟ خاطينا يعني دم لنا قريبه. هذا سليم انت هدرت معاه شفتوه ولا ما شفتوش؟ وناه؟ هذا الجندي اللي كان صاحب. نعرفه ولا ما نعرفوش؟ هي يعني سقسي انا. نعرفه ولا ما نعرفوش؟ هو قال لك باللي كيف القصه تاعو كي عادوا خارجين من تونس. كهما لكانهم خمسة ولا ستة هذوك راحوا وهذا فكتوه يقعد هنا ما راحش كل حقول الحدود نقولوا هذا وعقبوا وهذا قلبوه ولا هنا قعد هنا مات هنا وهذا السعدي اللي راني نقول لك عنه راح والله ما نقول لك تكسر كعاد جاي ولا كعاد رايح رايح يا تكسر كعاد جاي ولا كعاد رايح قعد في تونس وبرا سيدي قعد في تونس وجبروا في تونس وقعد في تونس السلسل هو باجا الاستقلال باجا السير مبروك وكا اختم لنا الفيديو هذا والله احنا دوك الشهيد هذا انا ما لحقت به ما شفته ما الشيء اللي نقدر نقول لك عنه ما سمعته هو انه كان انسان خفيف الظل مرح يحب الثوره يتلقى عنها الكلمات يحب يسمع عنها من خلال ما سمعته وكذا هو كانت عنده ربما كان عنده اهتمام كبير بالثورة ومن خلال أنه كان كتوم
ودليل على ذلك انه مشى واحد ما يجيب خبره حتى صاحبه المقربين حتى اقرب المقربين اليه من الزملاء والاصدقاء ما قالهم ما قالهمش كان اللقاء معاه مرتين وثلاثه يعني معناه كان حب كبير وكان شغوف يعني ما قدرش حتى يتصل بالاسره مره ثانيه كان مره فات مره الاولى هو لحقه خوه الكبير هذا واتصل به المره الثانيه كان مار ومره بعيد على على القريه ووصلهم مع واحد وراح ليه واتصل به واعطاه اللباس هذا اللي كان منه ومنها انقطعت اخباره بالنسبه للاشياء اللي راني نعرفها عنه لحد الان هي عنده ثلاث تسميات مسمي عنه المدرسه هذه اللي بجانب الدوار هذا في السنم بلديه الشلال مسمي عنه مدرسه ابتدائيه مدرسه هنا في الشلال ومسمي عنه القريه الفلاحيه تاع الزبوجه في مسيف وثانويه تاعنا وثانويه بحي 5 جويليه حي 5 جويليه بالمسيلة هذا الشيء اللي نعرفه عنه صاحبه يقدر يعطينا المواصفات تاعو يقولنا مثلا كان طويل قاصر سمين رقيق واش تقدر تقولنا عليه انت متوسط ما هو طويل ما هو قاصر وموش سمين رقيق يعني فالطول يكون قد سير مبروك نحيف رقيق ولكن رقيق عليه ها هو نحيف على سير مبروك نحيف ها نحيف ياسر ها نحيف كاش ما فيه عنده حاجه خاصه في وجهه ولا ما حسيناش نورمال يعني كاين انسان عادي يعني كاش مرات ولا حوايج ما فيش لا مرات ما فيش المهم خوه المتوفى سنه 70 يقولوا هذه الاسره باللي هو القريب ليه من ناحيه نتاع متوفى 2009 يقولوا قريب ليه من ناحيه الملامح في تشابه كبير بينه وبين الاخ هذا من الخمسه الاخوه يشبه فيها على حسب الروايات اللي راهم يروون على حسب الروايه على حساب الروايه قريب من هكذا ولكن على حسب ما راهم يحكوا يعني الصديق والاخوه باللي كان في النحيف على هذا حتى هذا كان نحيف راه في المده الاخرى ثاني كان نحيف جدا ثاني كان نحيف تغير الملامح من شويه ولا شويه كان نحيف المهم احنا راح نختموا وسمحوا لنا ان شاء الله على كيفما تسببنا لكم في احراج ورشاد من احنا ان شاء الله لا نريد الا الاصلاح ان شاء الله التلاميذ توانا حابين هم مش التلاميذ تاع دوك ولكن التلاميذ اللي راح يقراوا في المدرسه من وجاي مادام انتم حيين ان شاء الله اعطيتونا معلومات